أهلا بيكم في حلقة جديدة من آخر اليوم. خلونا نبدأ بأولى فقراتنا ونشوف أهم الأخبار والترندات اللي شغلتنا النهاردة. أول خبر معنا النهاردة هو ترند على السوشيال ميديا، خبر عن الذكاء الاصطناعي. كل شوية بيحصل تحديثات وتطورات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يعني في الأول التشات جي بي تي كان بيقدر يعمل لك تاسك معين أو يكتب سكريبت أو يقترح عليك موضوعات في مجال معين، لكن دلوقتي التحديث أنه هيكون أكتر عاطفية، بمعنى أنه يقدر يمكن يفهم أكتر احتياجات ومشاعر الإنسان. فأنا النهاردة عايزة أجرب معاكم الأبليكيشن ده، نقدر نتأكد من المعلومات دي صح ولا غلط. تعالوا نجرب مع بعض الابليكيشن اللي يعتبر غريب نوعا ما، هو تقريبا شبه سيري وشبه جوجل، يعني شبه حاجات كتير، ولكن بقوا دلوقتي شباب كتير بيستخدمون، هم بيتناقشوا معاه كأنه هو صديق ليهم وبتكلموا معاه طول الوقت. هرجع على الموضوع ده، بس تعالوا نجرب الأول. كده واضح معانا يا أساتذة؟ أهو دلوقتي بيعمل كونكشن. هلو، هاي تشات جي بي تي. يبدو أن تتصلين مع أصدقاء جدد أو تحاولين بناء علاقة. هل تريدين بعض النصائح حول كيفية تطوير الصداقات أو تحسين مهارات التواصل؟ عايزة أعرف أول حاجة اسمك إيه؟ يعني أنا ممكن أقول لك اسمك إيه؟ أنا ديك بإيه؟ اسمي تشات جي بي تي. أنا هنا لمساعدتك في أي شيء تحتاجين. فما الذي يمكنني مساعدتك به اليوم؟ تعرف تتكلم مصري؟ أيوة أقدر أتكلم مصري. أي حاجة تانية عاوزة تعرفها؟ حلو قوي. طيب إيه عاصمة مصر أول حاجة؟ تعرف؟ عاصمة مصر هي القاهرة. طيب حلو قوي. أنا عرفت إن أنت تقدر تفهم في المشاعر. هل وصل الذكاء الاصطناعي إن أنت تقدر تقول لي دلوقتي أنا سعيدة أو حزينة؟ كمحادث آلي ليس لدي القدرة على فهم المشاعر بنفس الطريقة التي يفعل بها البشر، ومع ذلك يمكنني استخدام البيانات والسياق لتقديم الدعم والتفاعل بطريقة تبدو وكأنني أفهم المشاعر، لكن في النهاية لا يمكنني قراءة مشاعرك بنفس الطريقة التي يمكنها بها البشر. طيب أنا دلوقتي قاعدة مع صحابي وعايزة أقول لهم نكتة، ممكن تقول لي نكتة بتضحك؟ طبعا إليك نكتة بالضحك. في واحد راح يحضر حفلة، قال لصاحب الحفلة أنا جايب معايا ماء ليمونة. رد عليه صاحب الحفلة ليه؟ قالوا عشان الفرحة تعمل لمة. هل هذه النكتة تصلح؟ لا صراحة ما تصلحش خالص. طيب ماشي، عايز أسألك حاجة. تعرف إيه عن سامعني؟ هو كده فصل ولا إيه؟ طيب عايز أسألك، تعرف الإفيهات بتاعتنا بتاعت الأفلام بتاعتنا؟ ممكن تقدر تقول لي؟ طبعاً أنا على دراية بأنك تتحدثين الآن وتطلبين المساعدة. هل تقصدين ما الذي أعرفه عن سمعك بالمعنى الطبي؟ أم تقصدين شيئاً آخر؟ طيب ممكن تقول لي إفي من الإفيهات بتاعت الأفلام المصرية بتاعتنا؟ عارف يعني إيه إفي؟ بالطبع، إفهي هو مصطلح يستخدم في اللهجة المصرية للإشارة إلى النكات الطريفة والمضحكة التي تضاف إلى الديالوج في الأفلام والمسلسلات. عادة ما تكون إفهيات بسيطة وتضيف. انا عايزه يقول لي افيه. طيب ممكن تديني افيه للزعيم عادل امام؟ بالطبع، اقفال الزعيم عادل الامارات هو عباره لا. من احدى الافهيات الشهيره في الافلام المصريه. طيب هو شكله يمكن ما فهمش. طيب اساله حاجه اشوف هيعرف. هاي ازيك، انا عايزه اعرف تعرف ايه عن مذيعه اسمها ساره نخله؟ أنا بخير، شكراً لسؤالك. بالنسبة لمذيعة اسمها سارة نخلة، لا يبدو أن لدي معلومات محددة عنها. هل هي شخصية عامة أو معروفة؟ هرجع أعيد السؤال. لا،
ده ما سمعنيش. أسأله؟ عايزة أعرف معلومات عن الإعلامية سارة نخلة. أفهم، لقد سألتني عن الإعلامية سارة نخلة. سارة نخلة هي إعلامية مصرية معروفة أن تعمل في مجال الإعلام والتواصل الاجتماعي. من الأول. قد تشتهر بتقديم برامج تلفزيونية أو برامج إذاعية، أو قد تكون ناشطة في المجتمع بشكل عام. هل هذه المعلومات تفيدك؟ طيب هي تفيدني، ولكن كنت تقول من الأول، أربكتني يا تشات جي بي تي. ثانك يو تشات جي بي تي. طيب دي كلها تعتبر دعابة، احنا دلوقتي بنهرج تمام، ولكن الموضوع ده خطير يا جماعة، عشان في شباب كتير قوي دلوقتي بيتعاملوا. انا دلوقتي ضيعت وقت، احنا ضيعنا وقت، انا دلوقتي بس بعرفكم البرنامج عبارة عن ايه، ولكن في شباب حقيقة بقت يعتبر تشات جي بي تي وسيري وجوجل لما بيتكلموا معاهم بياخد وقت وبيعلم الاطفال والشباب الكسل. فاللي عايزة أقوله، ما نسيبش نفسنا للحاجات دي غير لو حاجة بجد كده، زي عايزين نهرج، عايزين نتكلم، ما عايزين، بس ما نخليش الحاجات دي تسيطر علينا، عشان الهدف من الذكاء الاصطناعي ده إن هو يسيطر علينا كبني أدمين. يا رب تكون الفكرة وصلت، ويا رب إن احنا نقدر إن احنا ما نشغلش بالنا في الحاجات دي. طيب نروح للخبر الثاني، يعتبر مش خبر، يعتبر ترند، عشان من كام يوم كان في فرح الجميلة الفنانة ريم سامي أخت المخرج الكبير محمد سامي، احتفلت بجوازها على رجل الأعمال محمد المغازي. ولكن اللي حصل في الفرح ده حركة كده لطيفة جدا بالنسبة لي وأنا حبيتها صراحة. مي عمر كانت بترقص مع جوزها، والناس كلهم سابوا الفرح وسابوا العروسة والعريس والنجوم كلهم اللي كانوا في الفرح، ولكن لفت نظرهم مي عمر هي وبترقص مع جوزها. الفيديو ده انتشر جدا على السوشيال ميديا، وفي ستات كتير علقوا عليه، بما معناه يعني في بوستات كتير نزلت، ولكن ستات بتسأل مي عمر انت ازاي، هو ازاي يا مي خليتيه يسيب الفرح ومامته واخته ويرقص معاكي. والبوست ده طبعا لف مصر كلها، بتقول لها قولي لنا انت عملتي له ايه، او انصحينا احنا اخواتك الغلابه، الراجل ازاي ساب الفرح وكل حاجه وهو بيرقص معاكي. الفكره مش انه راجل ومراته بيرقصوا، بس الفكره انه ما شاء الله عليهم، هم بقالهم سنين متجوزين، تقريبا يتجاوز العشر سنين تقريبا، عندهم بنوتين ربنا يحفظهم لهم. فلما تلاقي اتنين متجوزين من بعد عشر سنين منسجمين بالطريقة دي وبالتفاهم والحب ده، الستات عايزين يعرفوا هي مي عملت ايه لمحمد سامي. ببساطة ببساطة عايزين، مش عايزة انا اطول في الحوار ده عشان ما احسدهمش برضو، ولكن ببساطة عايزة اقول لكم انه الراجل لما بيطمن وبيستريح بيبقى كده، فهي اكيد مريحاه، وبرضه الست عشان تريح جوزها اكيد هو لازم يريحها، وفي الاخر الست هي مرايه لجوزها، لما الناس تشوف الست مبسوطه فهم بيقولوا الله جوزها قد ايه كويس، والعكس صحيح. فلو مي ما ردتش على ستات مصر وعرفتكم طلبكم وكنتوا عايزين تعرفوا ايه، فانا بقول لكم الراجل هيبقى كده لما بيبقى مستريح، فريحي جوزك او تريحي الراجل اللي معاكي. من الاخر نروح للخبر الثالث، لأول مرة في تاريخ لعبة السكواتش المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا فازت بلقب بطولة العالم سكواش، وده طبعا بعد فوزها على نور الشربيني المصنفة الأولى في سكواش عالميا بنتيجة 3-1. شفنا قد ايه كانت لحظة فوزها لحظة عظيمة وفرحة كبيرة جدا في حركتها وفي سلامها على زميلتها نور الشربيني، وفي نفس الوقت طبعا كانت لحظة غير سعيدة على نور، وشفنا لقطة جميلة وإنسانية جدا من النجم الكبير جابر الخواطر تامر حسني، اللي دايما متعودين عليه انه بيدعم كل الناس ومش بيتعامل بنجوميته، ولكن بيتعامل دايما بأخلاقه وإنسانيته. فلما شاف نور بعد خسارتها سلم عليها ودعمها، وأكيد قال لها كلمات تخليها تكمل وما توقفش عند اللحظة دي، لحظة الخسارة. طيب الخبر الرابع زي ما قلت لكم امبارح خبر الأهلي، احنا النهاردة عندنا خبر الزمالك. جمهور الزمالك منتظر مباراة مهمة جدا في الساعة
الثامنة النهاردة، الثامنة مساء، واللي هتقام على استاد القاهرة الدولي بين فريق الزمالك وفريق نهضة بركان المغربي. فريق نهضة بركان المغربي كان حقق فوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي أقيمت على الملعب البلدي في مدينة بركان يوم الحد اللي فات. وبكده النهاردة لازم فريق الزمالك يحرز هدف أو هدفين على الأقل عشان يكسب. ومهم كمان نفتكر أن فريق الزمالك فاز بالبطولة مرة سنة 2019 على حساب نهضة البركان، فبتمنى التوفيق لجماهير الزمالك وإن شاء الله يكون ليهم نصيب بالفوز، كوني أنا زملكاوية جدا. خلونا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات آخر اليوم. ورجعنا تاني من بعد الفاصل عشان نكمل فقرات آخر اليوم. الحقيقة أن مصر مليانة شباب ومستثمرين ورجال، رجال أعمال بيدعموا حركة الاستثمار والصناعة في مصر، وده بالإضافة إلى وجود سيدات أعمال ليهم دور كبير في المجال ده، ولكن يمكن مش بيبقوا ظاهرين في الصورة الواضحة. النهاردة هنتكلم عن دور النماذج دي وعن نماذج مشرفة لسيدات أعمال في مصر، ونتعرف أكتر عن احتياجاتهم والتحديات اللي بتواجههم مع أستاذة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال. منوراني. أهلا وسهلا بيكم. اهلا بحضرتك. كنت بسالك ورا الهوا دلوقتي، كنت عايزه اعرف شويه تفاصيل، ولكن الافضل ان برضو الناس تعرف، لقينا صعوبه وتحديات من اول دخولك للمجال؟ طبعا، لان المجال مختلف، يعني مجال العقار او التطوير العقاري لسيده، طبعا كان في تحديات وصعوبات. الصعوبات دي عشان حضرتك ست وسط رجاله؟ ايوه يعني أكيد طبعا. كانت التحديات دي اللي بتيجي من الرجالة؟ لا، مش بتيجي من الرجالة تحديدا، لكن بتيجي من نوع العمل، ويعني وعمل شاق وعمل يستلزم وجود المستثمر في المواقع، وكمان لما يكون يعني فصل المال عن الإدارة أنا مش قادرة أعمله، يعني أنا بأدير والأموال أموالي، فجهد كبير جدا جدا عشان أحقق نتائج. طيب، في البداية عايزة أعرف إزاي قررتي أنت تدخلي المجال ده؟ إيه اللي حصل عشان نقرر أن احنا ندخل المجال ده؟ يعني كنت عايشة في 6 أكتوبر من زمان قوي، من سنة 87. من 87؟ في 6 أكتوبر؟ 6 أكتوبر، يعني 6 أكتوبر 87 أعتقد أن هي كانت لسه بتتعمل، كانت بدأت سنة يعني 85. أيوة. وأنا جيت بعدها بسنتين. أوكي. وجيت طبعا للزواج يعني، لكن كان عندي حظ كويس قوي ان يبقى عندي شركه سنه 95، فمن وجودي في 6 اكتوبر من 87 ل 95 كان ممكن اكون رؤيه مع وجود راس مال، فقدرت ادخل مجال كويس جدا اللي هو التجاره والتوكيلات، ما كانش العقار وقتها. أوكي. ومن التجاره والتوكيلات وبعض التفاصيل بقى يعني في البيزنس، لغايه ما وصلت اني اقرر اني اكمل في فكرة العقار أو التطوير العقاري، الجملة الجديدة على العقار في مصر يعني، وده كان سنة 2000. طيب، خلال السنين دي في البداية كانت نسبة وجود سيدات الأعمال أكيد قليلة قدام نسبة رجال الأعمال، صحيح؟ وما زالت. أيوة، ده اللي عايز أعرفه. هل ممكن العدد ده تأثر دلوقتي بالتطور، أو ممكن تكوني حضرتك ملهمة لعدد كبير من الستات، هل فرق العدد دلوقتي ولا يعني ما فرقش كتير؟ للأسف أنه ما فرقش كتير، لأن دايما صاحبات الأعمال ورائدات الأعمال وسيدات الأعمال بتجيلهم ظروف في النص في الحياة، فبيسيبوا الشغل ويقرروا أن هم يكملوا في البيت أو في الدراسة. ظروف كزواج وكولادة، انتقال بقى الزوج من مكان لمكان. فتفاصيل كتير جدا بتؤثر على السيدة، فكل ما النسبة تصل ل5% ترجع تاني. للدرجة دي؟ طبعا. يعني نسبة سيدات الأعمال عموما بكتير قوي، بكتير قوي، هي نسبة 5% الآن في مصر. طب ممكن أعرف تقريبا ليه؟ يعني وجهة نظرك، هل ده عشان الراجل ما بيدعمش الست، أو عشان الراجل بيحارب الست على أرض الواقع؟ وده ممكن يحصل كتير، عايزة أعرف برضو من حضرتك شوية يعني تحديات حصلت لك، لكن لماذا؟ ده بسبب الراجل؟ لا، احنا لو هنتكلم على سيدات الأعمال فدايما عندهم تحدي الملاءة المالية، يعني الملاءة المالية دايما اللي بتتحكم في البزنس وإدارته واستمراره واستقراره، فيمكن يكون في خسارات، يعني إخفاقات، فيمكن ده بيأثر عليها.
كمان انواع البزنس اللي الستات بتدخل فيه، في بدون دراسه يعني، بدون تسويق، بدون درايه، فبرضه بيحصل لهم مشكله. يعني ممكن يبقى عندها راس مال وعندها افكار وعندها كل حاجه، لكن عندها منتج مش عارفه تسوقه، فبيبقى يعني هم نفسهم مش طويل، فبتضطر بدل ما تخسر تاني او ما يكونش خلاص عندها حاجه تاني تخسرها، هي خسرت كل اللي عندها مثلا. يعني ممكن الخوف من الفشل برضو، الخوف طبعا من الفشل ومن الاداره طبعا بيخليهم يقفوا في مكانهم. لكن في سيدات بقى يعني كسرت الحاجز ده خالص. أيوة كسرت الخوف، كسرت الافكار القديمه. يعني امتى بنكسر الخوف؟ طيب لان انا دايما بقول ان راس المال شجاع مش جبان، ففي دايما فكره راس المال الجبان دي، ولكن في مش قادره استوعبها. يعني في سيدات عندهم راس مال ولكن قدروا برضو مش بس بسبب راس المال. انا وجهه نظري يمكن عشان في راجل بيدعم وفي طبعا راجل بيكسر مقاديف زي ما بنقول. انا من الناس اللي عندهم رجل يدعم ويعني أكيد، ويقف في ظهر الاستثمار ويساعد ويقول كلام الطف، ولو باخد يعني تقدير او شهاده يحضر هو والاولاد. فاقصد انه طبعا يعني في ناس عندها هذا الحظ يعني. ماشي، على ارض الواقع التمييز بين الست والراجل بيبقى في ايه؟ يعني لو هيجي لي انا كلاينت هيختار راجل او ست على اساس ايه؟ هما بيخافوا بس من يعني التزامات الست تجاه البيت، لان هو ده الاتجاه الاول بالنسبه لها. يعني هي كمان لازم تنجح في بيتها، يعني دي رساله مهمه يعني دايما بنقولها حتى للبنات الصغيرين. أيوة، يعني انجحي في بيتك واعملي كل حاجه وانجحي في شغلك. فهما بيخافوا من الوقت اللي ممكن يضيع في البيت، من الاطفال، من رعايتهم، فتقوم مقصره. فانا استلم على وجودها في مكان يعني الراجل مش هتبقى عنده نفس الظروف دي. طب ولكن معلش نتكلم احنا كستات، واكيد ستات كتير بتشوفنا دلوقتي. انا كست لما اروح اشتري عقار، عماره، فيلا، مهما كان العقار ده، انا هختار ست ليه؟ صحيح، عشان النسبة الأكبر من الرجالة ما بتقعدوش في البيت. يا رجالة انتوا بتقعدوش في البيت، احنا اللي بنقعد في البيت، فالمفروض ان الديكوريشن وكل التفاصيل دي اللي تعملها ست. أيوة، ست زواقة زي. أيوة، فليه بيختاروا برضو راجل مع انه المفترض ان الست هي اللي تختار هنا؟ ده حقيقي، وده يمكن اللي خلاني نجحت في المجال ده. أيوه، اني بدأت اقول ان شغل العقار ده الاول حريمي، يعني هي الست اللي بتختار طبعاً البيت وبتختار المطبخ، بتختار الديكور، وبتختار مكانه كمان لو في لوكيشن. لا، والست، انا اسفه، الست هي السبب ان الراجل يبقى عنده عقار. يعني احنا لولا الستات كتير بنزن الراجل ما بيفكرش زينا. كان ممكن يعني ما استثمرش في العقار. صح، كان يقدر يبقى عنده شقه ايجار. صحيح، يبقى عنده شقه في بيت الاسره، في بيت عيلته. لكن فعلا الست دافع مهم. عشان طبعاً كده احنا لما بنتكلم مع المسوقين بنقول لهم دايما كلموا خطيبه الولد، كلموا مامته، كلموا اخته، يعني ايه ملكوش دعوه بيه خالص، يعني سيبكم منه خالص وكلموه في التفاصيل الماليه فقط. لكن الاختيارات شوفوا مين الست اللي معاه. صحيح، هي اخته ولا خطيبته ولا حماته كده يعني. وصح، في رجاله كتير قوي بيقول لك انا ما استثمرش في شقه، انا ممكن المبلغ ده ااجر فيه، وبيقعدوا بيحسبوها حسابات كده. لا، وبيحبوا العربيات اكتر. ايوه، فيقدروا يشتروا عربيات اكتر وبيقسطوا العربيات. صح، اهم ما يقسطوا وحدات السكنيه. والله ده بيجي على نفسه جدا عشان قسط عربيه بس ما اجيبش شقه. ده حقيقي. طيب يعني عايزه اعرف لو موقف كده حصل لك مع راجل، هل فاكره موقف خلال السنين دي ما شاء الله عليكي اكتر من 20 سنه، في موقف جرحك؟ لا، مع ست مش مع راجل. الرجال الحقيقه في مجالي دعموني جدا جدا، يعني فوق ما انا كنت اتصور وما زلت. الراجل بيتعامل بشياكه في الشغل، بشياكه وبدون نديه وبدون اي يعني اهواء شخصيه، بدليل ان انا عضو مجلس اداره غرفه التطوير العقاري في اتحاد الصناعات. طبعا، والغرفه دي بتدير العقار في مصر، وطبعا يعني احنا 15 شخص ندير، وانا الست الوحيده اللي فيهم، واول مره يكون في ست في عضوية مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري. طبعا أنا عارفة. فإذا ده دعم كبير. الست دي كبير. عملت إيه طيب الموقف ده اللي حصل؟ لا، هي طبعا كانت تنفيذية في أحد يعني الأجهزة، أجهزة المدن. لا، خسرتني. ولكن كتير. هي تعتبر يعني ست من ست. بس خسرتني، خسرتني كتير. أموال كتير جدا. طيب، لأهواء شخصية يسمع. يعني طيب. كنا بنتكلم دلوقتي في الانترو بتاعنا عن الذكاء الاصطناعي وازاي بيأثر على حياتنا، وازاي أدى انه احنا بقينا بنكسل
ما خلاص في حد هيكتب لي سكريبت وفي حد هيديني افكار. صحيح. هل ممكن الذكاء الاصطناعي من وجهة نظرك انه يأثر على الصناعة؟ مش يأثر على الصناعة، هو مكمل، هو تطوير، هو يعني حاجة افضل اسرع، لكن في حاجات يعني مش هنقدر نستخدم فيها الذكاء الاصطناعي زي العقار، في جزء منه الانشاء والبناء والحفر في الاستثمار وفي الصناعه اقدر استخدمه ازاي؟ هل تطرقتي انه يعني انا شخصيا لسه ما ابتديتش ادخل في هذا المجال، لكن ولادي طبعا اكيد هم اللي هيبقوا مهتمين، عشان الشركه دي يعني الشركات العائليه دايما بتستمر بالتطور، فانا بتصور ان هم اللي هيقدروا يستخدموا ده ويقدروا يستفيدوا ويكبروا الشركه ويضيفوا ليها نشاطات اكتر كمان غير العقار. كنا بنتكلم وطول الوقت عندنا فكره جذب الاستثمار اللي من بره مصر، الاستثمار الاجنبي عشان يستثمر في مصر. مظبوط. عايزة أعرف برضو وجهة نظر حضرتك إيه، أنه ينقصنا إيه للخطوات دي؟ يعني إمتى نقدر إن إحنا نبقى متأكدين أنه إحنا جاهزين؟ هل ينقص أي شيء؟ النهارده كان عندنا مؤتمر مهم جدا، واحنا بنبقى حريصين جدا ان احنا نحضره عشان نصدر للعالم الكلمتين اللي بتقوليهم دول، ازاي نجذب اموال عربيه للتنميه الوطنيه. فالمؤتمر كان مؤتمر اخبار اليوم للتطوير. تعتقدي ان في حاجه ناقصه؟ الحقيقه في حاجات كتير اتعملت طبعا. وفي طبعا حاجات ناقصه في كل الدول، مش ممكن يكون في 100% جذب للاستثمار. فلا احنا واصلين لنقطه مهمه جدا، راس الحكمة وكل المدن الجديدة اللي حصلت، شبكة الطرق، لا في تفاصيل كتيرة جدا ابتدت تبقى أهم حاجة جاذبة للاستثمار العربي. شبكة الطرق بس عشان برضو الناس اللي بتفرج، دايما الناس بتسأل طب احنا ليه كمية الكباري، احنا ليه مش عارف ايه، ولكن على أرض الواقع ده حاجة تغيير مهم جدا، يعني. مهم جداً. ده في مستثمرين كتير جدا خلال الأربع أو الخمس سنين اللي فاتوا. أيوة. لما نزلوا مصر التغيير اللي شافوه يا جماعة، لا ده جاذب جدا للاستثمار حقيقي. يعني احنا دايما كنا بنعوز نروج لمصر، صح، فمش التسويق لمصر، الترويج لمصر. الحاجات اللي اتعملت الخمس سنين اللي فاتوا دول وفرت علينا جهد كبير جدا. احنا ما اضطرناش اصلا احنا ولا نعمل أبداً. اعلانات ولا نصور. المستثمر خلال ما هو دخل مصر وشاف من المطار طول ما هو ماشي في مصر، ده صحيح. يعتبر عنصر جذب طبعا. العالمين دي موجودة من اول ما ربنا خلق الارض لغاية يوم القيامة، صح. ما كانش حد مهتم جدا بالحتة دي، لما الدولة دخلت وطورت وعملت الابراج على طول فورا طبعاً. الاستثمار جه بلا يعني بلا منافس طبعا معايا يعني. صح. انا عايزه نصيحه من حضرتك لكل السيدات والبنات او الستات اللي بيتفرجوا علينا، اللي خايفه ان هي تدخل سواء تعمل مشروع او تعتمد على نفسها او تشتغل، ممكن تديها من خبرتك تقولي لنا كم نصيحة كده تخليها تتفائل؟ عشان في ستات كتير بيبقى معاها فلوس ولكن هي خايفة تاخد الخطوة دي، خايفة من فشل، خايفة جوزها يقول لها شفتي انت ما تنفعيش، ايه ضيعتي الفلوس علينا. ممكن تدينا كده نصايح للستات هي بس اللي انا يعني اهتم جدا منها تطور من نفسها، يعني ان كانت في التعليم فبتكمله، كانت بتاخد كورسات في حاجه معينه هي حباها، ان كانت بتنضم لاحدى جمعيات المستثمرين، لان جمعيات المستثمرين دي من اول اسوان لغايه مطروح، وبرده يعني من الحاجات اللي حققتها في النجاح يعني اني انا عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وده الاتحاد اللي بيدير الاستثمار في مصر. فاذا في نموذج قدر يعمل حاجة لما قرر انه يعافر يعني طبعا. تهتم طبعا باسرتها، لان اسرتها دي مصدر، وما تجيش على اسرتها عشان يعني شغلها. ممكن تبتدي تشتغل بعد ما اسرتها تستقر. أيوة. واولادها يبقوا في مرحله يعني يقدروا يعتمدوا على صح. على نفسهم طبعا. لو عندها طبعا راس مال يعني انا انصحها ما تضحيش بيه كله، لازم يبقى في جزء بس اللي يعني اللي بتغامر بيه، لو اعتبرنا ان المغامرة في البزنس يعني قد تنجح وقد تفشل. كمان تختار الناس اللي حواليها، لو هي بتشتغل في بزنس لا يمكن تكون بتفهمه كله، لا يمكن تكون بتفهم في التصميم وفي التسويق وفي التدريب. واعتقد في البداية لازم تشتغل مع نفسها الاول، ما تدخلش شركاء والحاجات دي. والله فكرة دخول شركاء او بعض الاصدقاء فكرة ناجحة شفناها في السوريين. السوريين لما كل خمسة بيعملوا مشروع مع بعض هي نجحوا نجاح واضح جدا. فهي كمان تقدر تستعين مش لازم يكونوا خمسة ستات، ما يمكن يكون في حد راجل عنده مهارة معينة هي عايزاها في البزنس بتاعها. واتمنى لهم كل توفيق، وان الاعلام يعني
دايما يحط الضوء عليهم لان ده مهم، بيدينا زي ما عملنا مع حضرتك، بيدينا طاقه ايجابيه حقيقي. خدنا من حضرتك برضو نصايح وشرفتيني ونورتيني. الاستاذه عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال، نورتينا وشرفتينا. شكرا جزيلا. خلونا دلوقتي نطلع فاصل ونكمل اخر فقره فقرات اخر اليوم. ورجعنا تاني نكمل آخر فقرات آخر اليوم. شركة إثمار للتنمية العقارية من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وقدمت مشروعات مختلفة ومهمة في مصر، وبتواكب دايما احتياجات السوق، وهي أول شركة بتهتم باستثمارات الجالية السودانية في مصر واللي بتتقدر بالملايين، وبيناقشوا مدى تأثير ده على القطاع العقاري والاستثماري في مصر. النهاردة معانا سفير العقارات مهندس محمد الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة إثمار لتنظيم الفعاليات العقارية. مشرفني ومنورني. شكرا لك. شكرا. في الانترو قلت انه لقبوك بسفير العقارات، يعني اكتر من حد من اصدقائنا في القطاع العقاري. عايز اعرف المعنى ده ومين اللي قال لك الكلام ده ليه؟ الشركة عندنا متبنية بقالها حوالي 4 سنوات ملف تصدير العقار المصري للخارج من خلال مؤتمرات وفعاليات ومعارض وإيفنتس ورش عمل وخلافه، وأقمناها أكتر من مرة في الخليج بالذات. أيوه. فبنسافر كتير جدا، بنقابل مستثمرين بآلاف المستثمرين من إخواتنا العرب. بنستقطب سفراء دول أجنبية ييجوا يتفرجوا على المشروعات العقارية والمدن العقارية في مصر. إحنا الشركة الوحيدة اللي استخدمنا الطائرات الهليكوبتر ان احنا نفرج المستثمرين العرب والاجانب على المدن الجديده والعاصمه الاداريه ومستقبل سيتي والقاهره الجديده من فوق. استضفنا اكثر من 7-8 سفراء دول. اوكي. الارجنتين، المكسيك، البرازيل وهكذا. يعني انتوا مش بتفرجوا العميل بس على ارض الواقع، احنا بنشوف الكومباوند لنفترض من فوق عامل ازاي. ده مهم قوي على فكره. لا بجد دي فكره حلوه. اقول لك ليه؟ عشان ناس كتير اول ما يدخلوا اي كومباوند او اي مكان يقول لك طب انا عايز اعرف اللي هي المساحات الخضراء عامله قد ايه والمباني عامله قد ايه. تيجي انت تقول له 70% مساحات خضراء و40% بيقول كده. ايوه ده كله بيقول كده. فانت لما يطلع من فوق هيتفرج، فانت هتتقفش ثانيه. انت خلاص حقيقي. ده اللي عملناه. فسافرنا كتير خلال 4 سنوات، اكتر من 150 سفرية على مدار كذا دولة. عملنا ايفنتس كتير استقطبنا فيها، يعني اخر ايفنت عملناه كان في العاصمة من حوالي سنتين. استضافنا فيه 280 مستثمر خليجي. فمن كتر الفعاليات الحمد لله، يعني بعض اصدقائنا في السوق العقاري بشكل او باخر بشكل فريندلي في الاول بدأوا يطلقوا علينا لقب سفير العقارات، بحكم ان احنا يعني بنحاول نصدر دايما العقار المصري للخارج. ومؤخرا بقى بدأنا كمان نعمل اول فكره معرض على ارض مصر لغير المصريين، فبرضه بنحاول يعني ننشط السوق. انا هجي لك الفكره دي. بس اسمحي لي عندي تعليق صغير. احنا شركه تطوير عقاري، هي بيختلط علينا الامر دايما. احنا شركه تنظيم فعاليات عقاريه. أيوه. لصالح المطورين العقاريين. أيوه. بس كده. أيوه. قلتها دي في الانترو وعدلتها. طيب في فكره بقالنا شويه بنتكلم عنها، تصدير العقار. يس. احنا ينقصنا ايه عشان نحقق الهدف ده؟ هل في حاجات شايف ان احنا لازم نعملها عشان ما يبقاش ناقص حاجه ان احنا نصدر عقار؟ يعني الملف ده بنتكلم فيه بقالنا سنوات. احنا كقطاع خاص وقطاع حكومه وهكذا، يعني لا ينقصنا كتير، ينقصنا كتير على مستوى التشريعات من الخاصه بالقانون الاستثمار والبيع العقاري والبيع على الاوف بلان والبيع الجاهز وخلافه. مش لكن على ارض الواقع انا ينقصني ايه؟ لا ينقصنا تشريعات زي ما قلت لك من الجانب الحكومي. زائد من القطاع الخاص. لسه ما عندناش الادوات والاليات الكامله اللي تخلي شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص ان هي قادره تبيع المنتج العقاري بتاعها لغير المصريين، اذا كان المقيمين في مصر او المقيمين في الخارج. وبنتكلم هنا للاجانب اكتر من فكره المصري المقيم في الخارج. طب انا عايز اعرف زي ايه؟ عشان انا الفتره الاخيره شفنا في حجم استثمارات كبير قوي حصل، فزي ايه؟ انا عايز اعرف ينقصني ايه. يعني هقول لك مثال بسيط. لو خدنا دول زي الامارات والسعوديه، هم اشطر دولتين دلوقتي قادرين ان هم يسوقوا نفسهم بشكل كبير بشكل عالمي. أوكي. طبعا تسبق ده الامارات بكتير. يعني ماشي. الامارات بتعتمد على دمج عناصر السياحه مع الاستثمار العقاري. يعني كل الناس بتجيلها من على مستوى العالم. واثناء زياره الامارات في في في
في امور ترفيهيه وامور بيزنس بتلاقي الناس بتستثمر في العقار. ده يمكن عشان في تسهيلات اكتر، التشريعات مناسبه أيوة. جدا لكل الـ 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 الزوار ايوه، مسهل لهم البيع والشراء، الضمانات، الالتزام، القيود اللي على المطور لصالح العميل، ويسر الاجراءات، يسر التملك والبيع والشراء والصيانه والكلام ده كله، كل دي امور مسهله الموضوع. بلس ان في مبدا عندهم اسمه ان العميل او الضيف او المشتري زار البلد، شاف العقار بتاعه. ايوه احنا عندنا مشكله ان احنا متبنين فكره ان انا لازم اشارك انا كمطور عقاري في معرض خارج مصر اكتر من ان الدوله عشان الناس تشوفني وتشوفني، في حين ان دول تانية لا، هي بتدي اجبار للمشتري ان هو يزور البلد، وهو اثناء زيارته بيقتنع نفسيا بيها، بيبقى يتمنى انه يشتري هنا، يستثمر هنا. خلال السنوات الاخيره حصل حاجات كتير قوي في مصر شدت طبعًا ناس طبعًا كتير طبعًا يعني طبعًا حصل فيه تطور كتير قوي. الملف بتاع تصدير العقار اتغير كليا في مصر خلال السنوات اللي فاتت مقارنه بالسنوات اللي قبلها، لان بدا يبقى في ثقه مختلفه في طبعاً في صفقات الاداره كبيره بالزبط. طبعا حصلت. طيب اهل السودان واهل اليمن عايزه اعرف اكتر عن المعرض ده، الفكره بتاعته ايه؟ باختصار شديد احنا عندنا في مصر 5 مليون سوداني و3 مليون يمني، ف8 مليون ضيف من اهل السودان واهل اليمن شرفونا خلال السنوات اللي فاتت. وطبعا ده ناتج زياده الزيارات منهم ناتجه من الحروب اللي قامت في بلادهم. لما جم هنا بدأوا يستقروا في البلد لفترة صغيرة، وبعد كده لقوا نفسهم خلاص اندمجوا مع النسيج أيوه. المصري، وبدأوا يبقى لا عايزين نفتح بيزنس هنا ومدارس أولادنا وجامعات أولادنا، فخلاص هو بيتعامل مع مصر إنها بلده الأول، وبدأت نية رجوعهم لبلادهم تقل تدريجي. زائد منهم اللي جه لقى الأخوة السوريين أيوه ما كنت هقول لك لسه زي الأخوة السوريين لما جم بالزبط. كان في الأول فاكرين شهر لقوا الجالية السورية صح. مثلا مندمجة جدا وبيفتحوا بيزنس وبيتعايشوا معانا جدا، فحسوا إن دي بلدهم الأول صح. حتى ما بقاش يتعاملوا صحيح. معاهم إنها بلدهم التاني صحيح. فجت لنا الفكرة من هنا. زائد إن بدأنا نحس إن هم خلصوا مرحلة الإيجار، قعدوا فترة في هيئة إيجار وبعد كده لا إحنا هنكمل، فبدأوا يستثمروا ويشتروا صح. يصنعوا ويزرعوا ويسكنوا وهكذا. جات لنا الفكره من هنا، كانت محتاجه طبعا جراءه شويه ان المعرض يقام لغير المصريين في مصر ايوه، كان محتاجه يعني جراءه مننا، بس لقينا ان هم اوريدي فعلا بينفذوا مبيعات بمليارات مع المطورين المصريين، فقلنا طب ليه ما نحترمش الجاليتين دول ونعمل لهم مكان يجتمع فيهم كلهم. طيب في توجه كده من بعض الشركات في مصر عايزين يروحوا السعوديه مظبوط، هل ده ممكن ياثر على الاستثمار في مصر؟ الفترة الأخيرة فعلا بدأت شركات كتير تبقى عندها يعني رؤية مختلفة أنها تطلع بره حدود مصر. طب وليه السعودية؟ عشان بومينج. لما تيجي تشوفي الإمارات زي ما الإمارات كانت قبل كده من 20 سنة من 25 سنة، فهم كله مستبشر خير بالسعودية لأنها شغالة ببلان طبعًا واضحة طبعًا. على الملأ يعني. طب هل ده ممكن يأثر إيجابي ولا سلبي على السوق المصري، السوق العقاري في مصر؟ لا يعني كل حاجه ليها مزايا وعيوب، ولكن لو جينا ندرس الموضوع هنلاقي انه اقتصاديا لا مفيد ان انا دلوقتي ابدا اصدر خدماتي وخبرتي. خدي بالك احنا في فرق خبره كبير جدا عقاريا في مصر، يعني كل الشركات في السعوديه تتمنى انها تشارك مطور مصري بحكم ان عنده خبره ونو هاو وسابقه اعمال، لان هم لسه عندهم ان الانفتاح بيبدا في القطاع أيوه. العقاري ولسه منغلقين على الديزاينز القديمه وهكذا. طب كنت عايزه اجي لك السؤال ده، انه ايه مزايا الاستثمار هنا؟ عايزه اعرف مزايا الاستثمار في مصر ومزايا الاستثمار في السعوديه. عايزه اقول لك لو بتفكري بشكل مالي هتلاقي الاستثمار في مصر مربح اكتر، لان هناك الار او اي او العائد على الاستثمار محدود جدا هناك، بس في ميزه في الاستقرار في استقرار العمله واستقرار أيوة. البلد استقرار الاحتياجات أيوة. فده مخلي الامور ابسط. احنا عندنا هنا تقلبات بشكل او باخر أيوة. كل فتره بسبب عوامل اقتصاديه وسياسيه وخلافه، ولكن لما تيجي تدرس ده هتلاقي العائد هنا افضل. العائد كعائد ايجار، كعائد شهري او سنوي، كله العائد الايجاري او العائد اعاده البيع. طيب هنا خلينا نتكلم على ارض الواقع دلوقتي. تمام. انا دلوقتي لو عندي شقه هاجر الشقه دي، نسبه الايجار هتبقى كام هنا من ثمن الشقه؟ هي ما بتتحسبش كده يعني. لو انت معاكي سي، هندي مثال بالارقام، لو انت معاكي شقه بمليون جنيه وتيجي تاجريها، هتيجي تاجريها ب 5000 جنيه سي يعني في الشهر. سي بقول امثله رقميه. نفس القيمه دي أيوة. لو هتشتري بيها عقار في الخليج ايوه هتلاقي القيمه الايجاريه هناك اعلى. ليه؟ بحكم ان الخليج
قائم على الإيجارات لأنه في عمالة وفي دين كتير جدا، فهماني؟ صح. هنا أقل. ولكن تعالي ادرسي بقى العقار اللي أنا اشتريته بمليون جنيه من 5 سنين من 10 سنين النهاردة قيمته كام؟ طبعا 10 مليون. أيوة كقيمة هناك طبعا. المليون ريال مليون درهم واتفر العملة بقت كام؟ بقت 1,200,000. فاهم قصدي؟ ففي يعني فوارق في العوائد على الاستثمار. صح بالظبط. طيب شكرا جدا للمعلومات الكتيره دي، ولكن انا معلش عايزه اسال سؤال بما ان حضرتك خبير بعقاري وخبير اقتصادي او ليك برضو شويه معلومات. خلوني معلش انا اسفه خليني اطلع فاصل وارجع اكمل اخر فقرات اخر اليوم. ورجعنا تاني نكمل آخر فقرات آخر اليوم. كنت بسأل حضرتك قبل الأذان كوجهة نظر، أنا عشان عارفة أنت في العقارات بقى واستثمارات ومش عارف إيه وحاجات كتير، عايزة أعرف أنا دلوقتي لو معايا فلوس أعمل أخلي مثلا شهادة في البنك أو عقار أو ذهب كستات كتير بتسأل دلوقتي وجوازهم قاعدين، او عمله اجنبيه كدرهم او دولار او اي حاجه. السؤال ده بقت اجابته خطيره اليومين دول. طيب كذهب او عقار؟ بلاش، خلينا بنبعد عن موضوع شهادات البنوك عشان ما حدش يزعل مننا شويه. طيب لان في ناس كتيره زعلت الفتره الاخيره بسبب الموضوع ده. خلينا نحسب حسبه عمليه من الواقع اللي احنا مرينا بيه خلال الشهور اللي فاتت. كل اللي كان عنده عقار من سنه ونص قيمته 1,000,000 جنيه، خلينا نحسب برضو على بقى 3، واللي كان معاه ذهب او كان معاه دولار، لما تيجي تحسبي الفارق هتلاقي ان العقار سبق شويه. يمكن ميزه الدولار العقار سبق بكتير يعني يس خلال يس السنتين اللي فاتوا دول تريبل يعني 3 أضعاف بالظبط. يمكن ناس هتقول طب ما كمان الدولار راح 3 أضعاف والذهب راح 3 أضعاف وهكذا. يمكن بس الاستثمار في العقار استثمار مستقبلي، يعني انت لو شاريه النهارده وحده ب 10,000,000 جنيه بتحطي مقدم النهارده 2,000,000 جنيه 3,000,000 جنيه حوالي 20-30% مقدم. ماشي. اما لما بتيجي تشتري ذهب انت بتشتري بالقيمه بالكامل دلوقتي، هتشتري ب 10,000,000 جنيه ذهب او 10,000,000. صح. فاهم قصدي؟ صح. فانت العقار شويه ليه معالم مختلفه، ليه العقار عمره ما بينزل، يا يستقر يا ينمو. اما زي ما انت شايفه دلوقتي الامور بتتارجح اذا كان ذهب او دولار. يعني في فكره برضو دلوقتي بتقول لو في مبلغ نفترض فيه 1,000,000 جنيه، طب انا 1,000,000 جنيه دي ممكن احطها في اكتر من عقار. يس ممكن اجزأ مقدمات. صح. على صح بالزبط. طالما انا عندي دخل ثابت بيجي لي كل شهر يعني اقدر ان انا اوزعها في اكتر من عقار. يس. وفي الاخر الابن البار. يس. صح. عشان كده هتحس دايما باستقرار مع أيوة. مع اي استثمار عقاري، غير كده هتحس لا بعدم امان الفتره. طيب. دي طيب الجديد بتاعنا المعارض الجديده، عايزه اعرف الخطط الجديده بتاعتكم بتاعت الشركه. واحنا عموما من الشركات اللي ما بتقولش عن خططها المستقبليه. يا رب. ده بشكل عام. خلينا نتكلم. انا عارفه ان في معرض قريب. يس احنا عندنا معرض يوم الجمعه والسبت القادم يوم 24 و 25 مايو في محور المشير في مركز مصر للمعارض. ده اول معرض يقام على ارض مصر مخصص فقط للجاليات الغير مصريه. تحت رعايه رئاسه الوزراء ووزاره الاسكان وهيئه الاستثمار وشركه العاصمه الاداريه الجديده وغرفه التطوير العقاري. وده اول مره يبقى في معرض تحت رعايه هذه الجهات الحكوميه بالشكل ده. كمان موفرين من هيئه الاستثمار ممثلين عنها لتوضيح طرق الحصول على الجنسيه والاقامه المصريه للغير مصريين، لان الفتره الاخيره بدانا نستقطب جاليات كتير وكلهم عايزين ياخدوا جنسيه. أيوة. وعايزين يعملوا اقامه ويدفعوا الفيز او الرسوم. أيوة. الحاجات دي بالدولار، فوفرنا من هيئه الاستثمار يعني دلوقتي بقى في قانون واضح لو انا استثمرت. وهيبقى ده اول معرض عقاري يبقى فيه ممثلين عن هيئه الاستثمار للاجابه على الاسئله الخاصه بالاقامه والجنسيه. لو اشتريت عقار بكام اخد اقامه، ولو اشتريت عقار بكام اخد جنسيه مصريه. اوكي فهماني؟ فالحمد لله الفكره لاقت قبول الحكومه والقطاع الخاص. مشارك فيه تقريبا 30 مطور عقاري عندهم مشروعات في كل انحاء الجمهوريه، في العاصمة وفي التجمع وفي الساحل وفي اكتوبر وزايد وهكذا.
فدي الخطه اللي جايه. والخطه دي يعني اول مره يقام معرض زي ده، فبنتمنى من الله التوفيق فيها، لانها هتبقى بتفتح باب للسوق كله على منافس جديده للغير مصريين. طيب انا عايزه اعرف برضو كمهندس، هل احنا محتاجين قرارات جديده او حلول لمشاكل موجوده في الاستثمار عموما عشان يبقى احسن؟ طبعا، وده بيحصل. زي ايه بقى؟ انا يعني عايزه اعرف طلباتكم ايه. هقول لك حاجه، يعني احنا الفتره الاخيره خلال الاربع سنوات اللي فاتت في قوانين كتيره جدا عماله تتجدد، تتغير من طبعًا. وزاره الاسكان ومن رئاسه الوزراء ومن الرئاسه، لصالح المطور العقاري او لصالح المواطن او لصالح المستثمر، اذا كان الاجنبي او المصري. يعني فكره ان احنا النهارده بنتكلم في اكتر من 16 مدينه جديده بتتوسع او مدن طبعًا. بالكامل طبعًا. تم انشائها، فكل ده استباق طبعًا. حتى الدول المجاوره اللي بتحاول تتفرج على النمو العقاري اللي بيحصل في مصر، كلهم بيسوقوا لمدن او لطموحات. احنا بدانا نبقى بنسوق لواقع خلاص طبعا، فاهم قصدي؟ فده اهم حاجه، ان احنا اثبتنا للعالم كله ان احنا انتجنا، ان احنا مش بنخطط، احنا بننفذ. وده واضح من كل الاقاليم الجديده اللي بيتم افتتاحها، الطرق والحاجات الخطوات الاستراتيجيه اللي الدوله بتاخدها، الامور الاستثماريه. يعني يمكن بس الازمه الاخيره اللي عدينا بيها وتعويم الجنيه والكلام ده كله اثر علينا واثر على التكلفه، ولكن الحمد لله تداركنا ده والامور استقرت، وبدا الاستثمار الاجنبي يدخل مره تانية، وبدا المستثمر الاجنبي يحس لا مصر واعده ومصر فيها خير. يعني ومصر شايف لقدام السوق العقاري هيبقى افضل من دلوقتي؟ طبعا طبعا طبعا. هل هيبقى في زياده بالاسعار زي السنتين اللي عدوا دول؟ طبعا لا، مش هيبقى في قفزات، مش متوقع القفزات خلاص، هيبقى النمو المعتاد او النمو السنوي المتعارف عليه. بس عندنا بقى يعني فرصه او اوبورتونيتي عظيمه في راس الحكمه او في العالمين الجديده، بيتم تسويقها دلوقتي بشكل مختلف، ان هي تبقى طبعا الساحل الشرق الاوسطي. يعني ده في حاجات جديده، انه فيلل فندقيه وشقق فندقيه، منتجات عقاريه جديده تبقى موجوده عندنا، وهنبدا يبقى في جزر في وسط البحر. يعني خلاص هنبدا نطور البنيه التحتيه بشكل مختلف، والسياسات ودخول دول زي الامارات وغيره في الاستثمار عندنا. يعني احنا عندنا مقومات طبيعيه لسه ما حدش هيقدر اصلا يوجدها بشكل او باخر، مع البنيه التحتيه والتشريعات الجديده كل ده فتح الافاق بقى للاستثمار في مصر. عايزه اشكر حضرتك جدا مهندس جداً. محمد الحسيني على كميه المعلومات، وصراحه في حاجات برضو الجمهور تصدق ان في حاجات كتير ما يعرفوهاش. انا رحت العاصمه الاداريه، كنت واقفه في المشروع الحي الثالث، انا اتفاجئت ما شاء الله على المساحه طبعاً وعلى تخطيط يعني واللاندسكيب. انت بتتكلم بيقول لي مدينه الرحاب، يعني انت متخيل في ناس كتير ما تعرفش او ما راحتش لسه العاصمه الاداريه. انا انبهرت، يعني ربنا يخلي لنا الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي، ويديه يا رب الصحه، ويا رب دايما كده مشاريع متطوره اكتر واكتر. وشكرا جدا على المعلومات اللي خدتها من حضرتك، شكرا، وكل التوفيق ليك بالمعرض ان شاء الله. ادعوكي وادعو كل الجمهور لزيارتك ان شاء الله الجمعه والسبت باذن الله. باذن الله. شكرا جدا، وصلنا لنهايه حلقه اخر اليوم، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده. الى اللقاء.